في فنلندا في بطولة مهمة جدا، بس مش عارفة ليه ناس مش مهتمة بيها، مع ان هي بطولة عالم. هي بطولة العالم في حمل الزوجات، في ناس كتيرة ازواج وزوجات من العالم بيروحوا يشاركوا، وكل واحد يشيل مراته يجري بيها، وايا كان بقى اللي هيقابله لازم يعدي بركة، عقبات، مطب، مطلع، منزل. الحقيقة البطولة دي بقى لها سنين طويلة بتتعمل في نفس القرية في فنلندا، وبيشارك فيها ناس من مختلف أنحاء العالم. السنة دي بطولة السنة دي كان فيها ناس من 13 دولة، أزواج وزوجات، يعني كل واحد جايب مراته أو شايل مراته رايح المسابقة. الحقيقة إنه بطل العالم في حمل الزوجات من ليتوانيا، وده هي دلوقتي الدولة حاملة اللقب. خلينا نشوف الناس دي بتشيل زوجاتها بتعمل إيه. بطولة بجد، بطولة بجد. بس السؤال هنا، لو نظموا مسابقة حمل الزوجات هنا في مصر، تفتكروا الرجالة هتوافق؟ تفتكروا الرجاله هتوافق ان هي تشارك في المسابقه؟ يعني كم واحد فيك يا مصر هيشيل مراته ويقطع المشوار ده وينزل الميه ويجري وبتاع؟ مش عارفه الحقيقه، الاجابه مش حاضره عندي. ده كان السؤال الاول. السؤال الثاني، ايه اكتر المحافظات اللي ممكن الرجاله يقدموا منها، ده اذا قدموا يعني الازواج والزوجات؟ الحاجه الثانيه، ايه الحد؟ هل لازم يبقى في حد ادنى وحد اعلى لوزن الزوجه، ولا كل واحد ونصيبه هو ومراته وهو ورزقه؟ على كل الاحوال واي نوت، يعني خلينا نجرب ونشوف، نطرح المسابقه ونشوف كم واحد في مصر ممكن يقدم يشيل مراته ويجري بيها. خلينا، دي كانت بدايه كده من فنلندا.